كابتن، مبروكين اليوم، لعبتوا مباراة كبيرة، حققتوا فوز سهل على نادي كاظمة. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، احب ابارك حق لاعبين نادي النصر وهارد لك حق اخواني لاعبين نادي كاظمه. بخصوص المباراه، تعرف القسم الثاني اول جوله، فداشين جايين من بعد مباراه الكويت من خساره، جايين بنعوضها بمباراه كاظمه. قدمتوا اداء ممتاز امام نادي الكويت. مثل ما قلت لك، جايين داشين مباراه كاظمه، نبي حاطين عيننا على 3 نقاط، نبي نرد بطريق الفوز، واللهم لك الحمد، الله وفقنا بالـ3 نقاط والفوز على كاظمه.